الراديو 90 90 هواها مصري. انت ظهرت في حلقة في رمضان من برنامج هاني في الأدوية مع الفنان طبعا الجميل، بنوجه له تحية، هاني رمزي. انت صريح بقى، الناس عم يقولوا برامج المقالب دي مترتبة ومش مترتبة والكلام ده، انت كنت عارف؟ لا. طب الراجل الغلبان اللي ادي رقعته بالبوكسين دول، طب عامل له ايه؟ طيب ما هو اللي مستفز يعني. بس هو بقى خلاص انا صالحته يعني، اكيد بس اكيد تعب عليك. بس هو الفكرة كلها في ان هو اصل هو جايب احمد العوضي ليه؟ يعني بالعقل جدا، ايه اللي يخليه يقول لي؟ هو عارفين ان انا راجل بتاع بوكسينج وبتاع العاب قتاليه. كنت لسه هقول لك ان الناس قالوا يعني خلصت الناس كلها وجايب احمد العوضي اللي كان ممكن يموت الراجل لو اداله بوكس. هو بقى النمره هنا، هو جايبك عشان دي، هو جايبك عشان دي. فلو قال لك هو افتقد الحته اللي هو عاوزها، اللي الناس عايز تشوفها، ان هو يشوفك متعصب ويشوفك مكسر والحاجات دي. فهو راجل الضربه، طب انا هعمل له ايه؟ طيب انت سقت مكان الراجل في لحظه؟ ما سقتش، كنت عايز اسوق. يعني كنت عايز اسوق بعد كده ايه، بس الكلام ده ما تزعقش اكيد يعني. بيبقى في اجزاء كتير متنفجه. هو الفكره كلها في ان هو لما سوق خد اكثر من بوكسين يعني. هو الفكره كلها في ان هو وقف العربيه، فقلت له انزل انا هسوق انا. فهو لما جيت انا افتح باب العربيه عشان انزل باب اللي ورا، قال لي لا ده في رمان متحركه. انا خفت. اصل دي ما فيهاش هزار بقى، ما فيش بقى بوكس ايه ولا بوكس هينفع ولا حاجه تنفع. خلاص اتشفت فرع كلبش بقى تحت بقى في مش هينفع. وعندي مسلسلين بقى، اشوف الناس هتعمل ايه بقى في المسلسلين دول. فسكت. فهو بقى اللي خلاني اصبر عليه، اللي هو ده اللي وصلني. لما اتفجر قدامي بقى، هو دي بقى المشكله بقى. ساب عليك؟ ساب عليا طبعا، عايز انزل حقه يعني. ده راجل اتفجر ولا لسه ده؟ لا بوكسين ثلاثه محترم. ايوه بقى، ما لحقتش اتاسف له. وبرغم ده لما قام انا كنت متغاظ منه، عشان كده جريت عليه. ما هو اصل هو يعني انت ليه بتعمله كده؟ بس عشان هاني رمزي برضو انا بحبه. ما شكتش في وسط الوقت كده صوت هاني ولا وقت الربكه؟ هو مغير الصوت، هو مغير الصوت، الصوت متغير يعني. هو عاملين حركه كده في الصوت، الصوت مش واصل لهاني رمزي خالص. تمام. بعدين ما شكتش لسبب ان انا برضو هو ده المقلب ده يوم ما هيجيب هيجيبني انا، فاهم؟ زي ما الناس بتقول كده. يعني نعم، لازم يجيب ملك الترند. لا ماشي، بس انا عشان انا بقى عشان الناس عارفه ان انا طف شويه وبتاع. يعني الواد ما اتضربش ضربه ولا حاجه ولا كسر لهم العربيه. فجي في دماغي كده اكيد مش هيتعمل معايا الحركات دي. يعني كده هو مش خلاص ما دقتش بيهم عشان يجيبوا لي انا اعمل بيا مقلب يعني. فما جاش دماغي الحوار عشان كده. وبوسي شلبي ده كمان، حوار بوسي شلبي هو اللي ما خلانيش اشوف، خلاها محبوكه. بالظبط.